الوقف العظيم اللي يشرف على أكثر من 30 منشط من مناشط الدعوة والخير والتربية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تبع مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في القريات. طبعا الوقف موجود في الرياض، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر اكتماله وأن يكتب أجر كل من يشارك فيه. وشيخنا ناصر بن سعيد السيف، الإساءة اللي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة شتم المشركين له وسخريتهم منه وسبهم له، وصفهم له بأوصاف وقصائد لم تحضر لنا حتى الآن بسبب رفض الناس حفظها، حفظ القصائد، فماتت بموت أصحابها. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في طبعا الشيخ عمر ما شاء الله تبارك فصل في أمور كثيرة، لكن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الصحابة بشكل عام، أصحابه رضي الله عنهم، كيف كان يتعامل مع كبار السن والعجائز؟ حينما يأتي للعجوز يقول لها أخبروها أنها تأتي يوم القيامة امرأة شابة في الجنة، كان المسلم كيف كان المسلم يتعامل مع غيره من المشركين، كيف كان يتلطف لهم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ نعلق على هالموضوع هذا. قبل الهجرة وقبل النبوة قبل ذلك كان يلقب بالأمين صادق الأمين، نعم، وكان عند قريش كفارهم بأن لهم منزلة محمد عندهم مرتفعة وواضحة وبينة، ولكن عندما جاءت النبوة دخل فيهم ما دخل من الحسد وغيره، نعم، والإباء والاستكبار ونحوها، فتغير الحال ثم لقب بألقاب كثيرة، نعم، بالكاهن والساحر والمجنون وغيرها من الألقاب التي تغيرت الألقاب السابقة إلى ألقاب الذميمة. إذن هنا إشارة أن التعامل مع الناس في أمور تنقلهم من حال إلى حال بحاجة إلى صبر، بحاجة إلى مجاهدة، ولكن عندما عوض سبحانه وتعالى عوض نبيه بهذا الابتلاء انتقل إلى المدينة إلى طيبة الطيبة، وكانت هناك البشارات بالتأييد والنصرة، ووجد في نفسه بحاجة إلى أن يرجع إلى مكة إلى بلده إلى مولده، ولكن هذا هو الأمر منه سبحانه وتعالى، فعوض بذلك خيرا، فلقي من الأنصار ما شهده العالم كله، وسطر في كتاب سبحانه وتعالى إلى أن يرفع من الصدور والسطور. إذن تعامله مع أصحابه في قمة الروعة، اللهم صل وسلم، في حق الأطفال وفي حق الرجال وفي حق النساء، الله، وفي حق كبار السن وصغار السن، حتى مع الأعداء. اليهودي الذي كان يؤذيه، نعم، في آخر حياته جاءه لينقله من الظلمات إلى النور في آخر لحظاته، الله، حتى نطق الشهادة ويقال بأن اسمه عبد القدوس، فنطق الشهادة حتى نرأى والده، ثم دخل في الإسلام فسر بهذا الدخول الإسلام من الظلمات إلى النور بهذه الطريقة، دعوة يسيرة بالمعاملة الحسنة، وكان يؤذيه ولكنها عامل الإساءة بالطيب، عامل الإساءة بالتي هي أحسن، ونحو ذلك من سيرته التي تشرق لنا هذا الجانب الحقيقي من سيرته صلى الله عليه وسلم. ومثل ما قال الشيخ عمر يقول ما أو أنت شيخ ناصر، ما يكفينا 1000 حلقة للكلام عن خلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل وسلم، وهاكم مجلدات التاريخ تشهد بهذا. نريد أن نتطرق الآن فقط إلى العبادات، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يحث على الصلاة يقول لا حظ للإسلام في الإسلام لمن ترك الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. أسلوب وطريقة تهديد وتخويف من أجل هذه العبادة العظيمة اللي هي عبادة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يوصل هذه الرسالة ويحذر فيها 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 النداء هذا، طبعا المشاهد أو المستمع قد يقول يعني هنا في شدة أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، لا حظ في الإسلام من ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. قوة النبي صلى الله عليه وسلم في الدين حثه على لعنه بعض أحيان النبي صلى الله عليه وسلم لمن ارتكب بعض الجرائم أو بعض الأشياء التي تعتبر من كبائر الذنوب، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا المراش والمرتشي. نريد أن نتكلم عن النقطة هذه يعني نركز على نقطة مثلا أنه الإنسان يكون في الدين أو في شدته في الدين في إطار معين بحيث تصل أن هذه تعتبر من الرحمة للناس.
سلمك الله، أنت عرجت على نقطة جميلة. كثير من الناس يعني يجعل الأخلاق هي التعامل مع الخلق، والأخلاق مع الخلق. طيب كيف أخلاقنا مع الخلاق وهو الله عز وجل؟ يعني إحنا نشوف دورات فنون التعامل مع الناس، طيب مع رب الناس هذه كذلك دورة نحتاج أننا نتعلمها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يربي الصحابة رضوان الله عليهم على مسألة الأخلاق مع الله عز وجل في السر والعلانية، في الخلوة وفي الجلوة. لو تأملت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينذر الصحابة رضوان الله عليهم، وكان يبشرهم. يعني مسألة الأخلاق مع الله عز وجل هذه يعني من أعظم الأشياء التي تقرب الإنسان عند ربه. لهذا ابن القيم أورد كلاما عجيبا مهيبا في مسألة الأخلاق، قال: الدين كله هو حسن الخلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. ويدخل فيها الأخلاق مع الله عز وجل. يا أخي، الله عز وجل هو الذي أطعمك، هو الذي سقاك، هو الذي كساك، كل هذا أعطاك الله عز وجل. فأقل شيء يعني مسألة الصلاة، كيف تعاملنا مع الصلاة؟ يعني ترى في زماننا هذا، أو دعني أورد حديث في صحيح البخاري، الرسول صلى الله عليه وسلم التفت للصحابة ثم نظر إليهم قال: من رأى منكم رؤيا بعد صلاة الفجر؟ قال أحد الصحابة، فسكت الصحابة، قال: بالأمس قد رأيت رؤيا عجيبة. طيب ما هي يا رسول الله؟ قال: رأيت رجلا قد اضطجع، رجل نائم، قال: وفوقه ملك عظيم يرفع صخرة عظيمة، فإذا به يرفعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهد، فإذا به يرمي تلك الصخرة فضرب هامة رأسه فانثلق، فخلق الله عز وجل الرأس مرة أخرى، ثم ضرب، ثم خلق، ثم ضرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، من هذا؟ فقال جبريل: يا محمد امضي، امش يا محمد. مشى النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال يفكر في هذا الأمر المر. قال: يا جبريل، من هذا؟ قال: يا محمد، هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. النبي صلى الله عليه وسلم مارس يعني الإنذار والنصيحة والدعوة بجميع ألوانها، يعني باعتبار الأخلاق مع الله عز وجل والأخلاق مع الناس. تشوف الآن يعني كثير من الشباب يلتفت إلى والده، يضرب الباب على والده، قال: يا والدي أنا تأخرت على الاختبار. فيستشيط والده غضبا، يقول: يا ولدي، أنت بهذه الطريقة أضعت مستقبلك، وهو ما فات الاختبار، تأخر، مجرد تأخر على الاختبار. فيلتفت يقول: أنت بهذه الطريقة أضعت مستقبلك. ولو أربت على صدري والده قلت: يا أبا فلان، منذ متى ما صليت صلاة الفجر؟ كيف أخلاقك مع الله عز وجل؟ منذ متى ما صليت الفجر في جماعة؟ فيقول لي: شهر أو شهر ونصف. هنا يتجلى قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. لماذا؟ واتبعوا الشهوات. أين سيذهبون؟ فسوف يلقون غيا. طيب أنا أريد أن أحسن أخلاقي مع الله عز وجل، قال الله بعدها: إلا من تاب. جاء في صحيح مسلم لكل مسلمة ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجميع الأنام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بأقوام يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. عرجت على نقطة الأخلاق مع الله عز وجل، فاسمح إني استطرد فيها. أيضا تعليقك يا شيخنا. الصلاة تكلمنا عنها، هناك ترغيب هناك ترهيب، ويكفي بأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. الله أكبر. هناك علامة فارقة في ميزان حب الصلوات عند كثير من الناس في أوقات صلاة الفجر وأوقات الأعمال الرسمية، بينها ساعة ونصف تزيد أو تنقص. فعلا تجد الشوارع في صلاة الفجر تكاد ترى الناس اللي يسيرون في الطرقات إلى المساجد، ولكن بعد ساعة ونصف تجد الشوارع مكتظة والمرور ينظم السير. لماذا؟ إذا رأيت بأن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف بحال الفريضة؟ هنا إضاعة، عندما تقدم الدنيا على الآخرة هنا الإضاعة الحقيقية. كثير من الناس يخلط ما بين النجاح والفلاح. النجاح يتعلق بأمور الدنيا، أما الفلاح
في أمور الآخرة. ولهذا جاء في النداء صلاة الخمس المفروضة: حي على الصلاة حي على الفلاح. الله أكبر. إذا أردت الفلاح الحقيقي عليك بالصلاة. ولهذا سبحانه وتعالى كما في الصحيح عندما يكشف عن ساقه: فيسجد كل مؤمن ومؤمنة إلا من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة يكون ظهره طبقا واحدا. الله أكبر. إذا أراد السجود سقط على ظهره، مآله ومصيره النار وبئس القرار. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا أي في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون. الصلاة السجود أهم ركن في الصلاة السجود، وأقرب يكون العبد بين سبحانه وتعالى وهو ساجد. إذن هذه الصلاة عندما نصليها كما جاءت بالسنة تكون لها أثار في القلب وعلى الجوارح. المتأمل في كتاب سبحانه وتعالى يجد أن كثير من ألفاظ الصلاة والحث عليها تأتي بالإقامة: وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة. الله أقيم الصلاة. ثم بعدها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. شيخ ودنا نركز على هذه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وسمعت أنا بعض أقوال السلف يقول: من لم تنهي صلاته عن الفحشاء أو من لم تنهي الصلاة عن الفحشاء فكأنه لم يصلي أو إن صلاته باطل إلى آخره. كيف الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لاحظ في الآية وسياقها يبين المعنى. نعم. وأقم الصلاة، الإقامة إقامة الصلاة يعني بصورتها كما جاءت في السنة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وبلبها بخشوعها. نعم. لها أثر على الجوارح وعلى القلب خاصة. الله أكبر. نعم. هنا يحدث الأمر المهم، هو أنك بهذه الحالة وهذه الصورة تنهاك عن الفحشاء والمنكر. طيب هذا في حال الصلاة، في غير الصلاة كيف تنهاني الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ يكون الأثر موجود. الله سبحانه وتعالى حكيم، حكيم في شرعه وفي قدره وفي صنعه. ومن حكمته انظر إلى أوقات الصلاة الخمس المفروضة. نعم. الإنسان ما يستغرق في الدنيا، تأتي الصلاة المفروضة تقطع الانشغال بالدنيا وذكرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. إذن هذه الصلاة الخمس المفروضة الحرص عليها بتلبية النداء، نعم، بالحضور المبكر إلى الصلاة، نعم، بإقامة الصلاة، بقراءة القرآن، بسنة الراتب البعدية والقبلية، يكون الإنسان مرتبط بالله سبحانه وتعالى. يحدث هنا الأمر المقصود وهو، نعم، تنهاك الفحشاء والمنكر. نعم. طيب في غيرها: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أعظم ذكر القرآن. نعم. كان خلقه القرآن. نعم. في أول الحلقة. إذن هذا القرآن يربي، يهذب، يحسن الأخلاق. هناك أخلاق جبلية تنمو وتزداد، وهناك أخلاق تتغير بالمجاهدة والصبر على تغييرها. نعم. اسمح لي يا حبيبنا عبد الرحمن، بس أني فقط أردف هذا الكلام بكلام في السيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصور سريعة، وهي حقيقة كذلك بديعة في زمان زماننا هذا. شو رأيك نخليها شيخ بعد الفاصل؟ طيب عشان ما نقاطع الشيخ. طيب مشاهدينا الكرام، مع شيخنا عمر السعدان وشيخنا أيضا ناصر السيف، متعنا وإياكم بهذه اللحظات الإيمانية الجميلة في بحور سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وتعامل وندائه وحثه للناس أجمعين للحرص على هذا الدين العظيم. مشاهدينا الكرام، نذكركم بأن حلقتنا وبرنامجنا هذا تابع لوقف بر الوالدين، الوقف العظيم الذي يشرف عليه أكثر من 30 منشط من مناشط دعوة الله. فاصل، نعود بعدها لشيخينا ونكمل هذا اللقاء، كونوا معنا. شفت الندى سهيل متفايح العبير، وراضي المطيب شفت الندى سهيل في بيتنا الكبير، في بيتنا الكبير. الله تعالى أمرنا أن ننفق ووعدنا بالخلف في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذه الأعمال الدعوية يا إخواني هي وظيفة الأنبياء، وظيفة الرسل، وظيفة الدعاة. تعرفون الآن هؤلاء إخواننا الذين قدموا إلينا يطلبون رزق الدنيا،
ثم يسر الله الآن أبناءنا فأعطوهم رزق الآخرة والدنيا.